وده اللي شاهد بديها. على الجمهور اللي حاضرها وغيران الرموز، للجمهور اللي حاضرها واللي شاهد بديها. يشهد عنها ولكم تكونوا زينة طيبة للطيب. الله الله. يشهد عن هولك 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 لا تقول زينة طيبة بقوة وزينة طيبة بقوة. الحساني نبدا مع الاديب احمد سالم واليونس. احمد سالم، من دركانك خصيت هذه الذكرى بشي قلتوا لها وانت دائما تعيد جدد كيف تبتتوتي وشي ذاك نبتو؟ طبعا هاي المناسبه خصيتها بطلعه من البتيت التام اللي كان موجود قاعد في بحور الادب الشعبي. بالنسبة لموضوع العيد تتكلم عنه. إيه منه قطع حكم سكين ويذبح بيها قرة عينه، ونفذ الامرأة لحينه طايع عينه ما هي في قفاه، ما ردوا عنه حنينه ولا ردوا حنان من وراه. كون إبراهيم مماسين وهذا من نقاعش وداه، اللي وداه اللا دينه ومروته والخوف من الله. ما هو كره، ما هو كره لا هو شينه لا هو قلة فصله ولا قلة فصله فيه وراه. واسماعيل مولي عينه ما هي في قفاه، احنا ريناه الا جا قابل من حين، وذاك اللي بيه اللي بيه ابراهيم اجاه. ما عاد ما بي وبينه ما نضل كون راي معاه، وتكالوا وطرح جبينه فوض فمره لله وفداه بكبش من اكباش الجنة كيف الياقوت وبيض كلاه. وعاد النعيد وعاد النمل الإسلام الحمد لله. والله ها زين. طبعا اعلن الشعر دائما يتعلق بالزمان والمكان وملي التاريخ به اللي يؤرخ به في المسائل، ونعطوا من ذاك مثال الصرنسات ام التلمقيل. نعتذروا المشاهدين عن الحكايه فازاي به اللي هون ما انا قادر نحكوا لهم فازاي. الصرنسات ام التلمقيل اللي هوتنا ما طويل تحت جدر مستقصف وليل عليه حشيشات من كاش، جانا عنده راجل ثقيل وجانا عنده واحد فقراش. ذاك اليوم اليوم حجل اللي نعرف زاد نورخ لباش، يوم ثلاثة في العيد اللي تخلق فيه ربيعة الاقباش. محل الشهر العود ليك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا يا جلعني الحصري سوى الله دم دم مبروك دم مبروك مداوم هذا الدهر. Yeah.
الله الله زين الله الله زين.